الله وكيلك يا عاطف، امبارح طول الليل وانا عم بدرسها لك تقول تكسير حجار مو هيك، يخرب بيتها شو ثقيله وناشفه. يا سيدي معك حق، بشرفي لما بدرسها بحس كانه شواكيش عم تضرب براسي ضرب. على كل حال حضر حالك، مو بيان الا 10 دقائق لمحاضره افلاطون زمانه. الله يكون بعوننا. الله وكيلك، لك بحس هالمحاضره كانه عقوبه، يعني يا محلى دروس التدريب الجامعي قدامها. اخي شو بدنا نساوي؟ قدرنا ندرس فلسفه، هيك الله كاتب لنا. ها اجت وفاء. يا حبيبي، هاي محامية الدكتور أفلاطون ما بيهون عليها ننتقده قدامه ولا بأي شكل. فعلا، لا وشو اللي عاجبها فيه ما بعرف. ليش بس هي اللي معجبة فيه؟ في كتير طلاب غير قليلين عال معجبين فيه كمان. مرحبا. أهلين وفاء. أهلين. أكيد كنتوا عم تحكوا علي ما هي؟ شو عرفي؟ مبين من عيونكم. يعني هو بصراحة ما كنا عم نحكي عليك أنت، كنا عم نحكي على الدكتور أفلاطون عبد الهادي. عفوا إذا سمحت، اسمه الدكتور سليم عبد الهادي، يا ريت ما في داعي للمقلسة والمسخرة. يا طولي بالك وفاء، شو بكي؟ ما حكينا شيء. يعني انت ليش هيك كتير مهتمة بالدكتور سليم ما بعرف؟ هيك انا حرة، حدا اخو مرائي شيء بهتم بيلي بدي اياه، واذا كنتوا انتم ما بتحبوه فهي مشكلتكم مو مشكلتي. ليش بس نحن اللي ما بنحبه؟ معلش انت احكي عن حالك وما دخلك بغيرك. يعني صحيح هو جد كتير وما بيجامل حدا من الطلاب، بس هذا الشيء ما بيقلل ابدا من قيمته ومكانته العلميه. جدي شوفيها انت، اذا بتقولي غامض او معقد يمكن بيكون احسن. فعلا، يعني ما بتعرفوا اذا كان زعلان ولا فرحان، رايق ولا معكر، بيحبك ولا بيكرهك. شوف عاطف، انا بتصور انه مشكله الاستاذ افلاطون بلشت من لما ماتت مرته. ليش من قليل ماتت مرته؟ الله يستر ما تكون جايته الجلطه من ورا فلسفته وفزلكته، لانه بتصور انه حتى بحياته العامه مفلسف مو بس بالجامعه. يا جماعة حرام عليكم، وحاجة تنتفوا بريش الزلمة بقى. عفوا، نحن ما عم ننتف ريشه، نحن عم نحكي وقائع. يعني الزلمة لما ماتت مرته قعد يفلسف الأمور وقال حزن عليها حزن أفلاطوني. سمعانة بالحزن الأفلاطوني ما هيك وفاء؟ لا والله ما لي سمعانة فيه. أنا سمعان بالحب الأفلاطوني، حب نادر الحدوث ومثال كتير. يا سيدي هاد مثل هاد. ولك الله يعين يلي بيعلق بلساناتكم، تركوا الزلمة بحاله بقى، حرام عليكم. صدقيني يا وفاء أنا عم بحكي جد، ما بتتذكري مرة شو قال؟ قال الموت شيء حسن بالنسبة إلى أفلاطون، ولا سيما بالنسبة إلى الفلسفة السليمة، لأنه يتيح لنا أن نتدرب على الإحساس بهذا الشيء الراقد. فهمتي شيء؟ فهمتي؟ أصلا أنتم ما بيلبق لكم هيك دكتور، تعرفوا شو بدكم؟ بدكم واحد يلقي عليكم المحاضرة وهو عم يهرج مثل الدكتور نشأت. ليش فكرك مين منا بيقدر يهرج مثل الدكتور نشأت؟ الله يذكرك بالخير يا دكتور نشأت ما أخف دمك. أصلا التهريج بحد ذاته فلسفة، وفلسفة التهريج ما بتقل أبدا عن فلسفة أفلاطون، مو هيك أكرام؟ طبعا. على فكرة عطيف، أنا فعلا صاير معجب بآرائك المفيدة وأفكارك السديدة، يعني فعلا أنت صاير حجة بالمنطق الموضوعي والفلسفة. مو بس بالفلسفة والمنطق، أنا حجة بالفلسفة والطرنيب كمان. نسيت لما طرنبت لك قص الكبة؟ هلا انتو النقاش صاير معكن عقيم ومضي على الوقت، بتعرفوا ليش؟ ليش؟ لأنكن جهلة يا شاطرين، وفي معكن أعراض بؤس ثقافي وأمية لا متناهية. أمية لا متناهية؟ جديدة هي لك عاطف مي؟ العمى صاير عم تحكي مثله هي. والله نفس الكلام، طب الأصل؟ بعدين شفت لي التناقض اللا نوعي قال جهلي يا شاطرين. عفوا دكتور، تسمح لي بدقيقة من وقتك؟ ايه تفضلي ولو. أولا شكرا على محاضرتك القيمة، بس في عندي سؤال صغير ما صح لي أسألك إياه بالمدرج. ولا يهمك تفضلي. دكتور هل حرية الإنسان مرتبطة بالإنسان نفسه أو في عوامل أخرى رافدة؟ يا آنسة وفاء، الحرية مو قضية مزاج حتى نقبلها أو ما نقبلها، الحرية أمر حتمي، يعني بالرغم من كل الظروف فالإنسان حر في أنه يقبل الوضع يلي هو فيه أو يرفضه، سواء كان هذا الوضع خيرا أو شرا، فبالنتيجة نحن المسؤولين عن هالشي. شكرا دكتور وأسف أني عطلتك. لا ولا يهمك، موفق إن شاء الله. يعني وفاء خانو ما شبعت من المحاضرة الطويلة العرضة اللي سلخنا إياها، لا بدها توقفه وتسأله وترعي قلبها. بدك الصراحة؟ قسما بالله كنت رح نام.
وعك دير بالك شو تنام، لقسما بالله ما يشوفك نايم، ليشرشحك قدام كل الطلاب ويقلعك لبرا، هذا الدكتور ما بتفرق معه بالمرة. إيه لا تخاف، عم باخذ حبوب منبهة ضد النوم قبل كل محاضرة. أصبح من هلا ورايح صوم حسابي بكم حبة. امشي لشوف الطالب المشدش وطلع معه. شو رأيك؟ أهلين سليم. الله يعطيك العافية. تفضل استريح. هات عنك هالجاكيت. يلا حبيبي، خمس دقايق وبيكون الأكل جاهز. علاء ما عم بيخليني نام لا ليل ولا نهار. يا حبيب قلبي ما عم يهدى، بس بتعرف طالع بيشبهك كتير، خصوصي موديل أنفه. أهلين بابا. أهلين حبيبي. الغدا جاهز طبق. يلا يلا. ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. ورجيني هالجلاغ لشوف. يا سلام، إيشو هالعلامات الحلوة؟ ومرحة كمان يا حبيبي. ألف مبروك، روح قل له لبابا أنك نجحت. أوام لشوف. بابا بابا، أنا نجحت وأخذت الأول على صفي. يا سلام عليك يا علاء، ألف مبروك حبيبي، فعلا أنك بطل. بس هذا الحكي ما بفيد بابا. شو هو المفيد لك؟ أنا بدي هدية النجاحة. على عيني وراسي، تكرم عينك. وبصراحة أنا كنت متوقع أنك رح تنجح ورح تاخد الأولية، ومشان هيك أنا حضرت لك الهدية قبل بسلف. لحقني لشوف، لحقني. تعال بابا، تعال تعال لك تعال. تفضل بابا، أي هديتك؟ شو هدول؟ كتب. في احلى من هيك هدية؟ شكرا كثير بابا. شو بابا وين شردت؟ ما حبيت الاكل؟ لا يسلم ايديك، طيب كثير. يا علاء شو اخبار الدراسة معك؟ الحمد لله بابا، كله تمام. شد حيلك، ها؟ عندك السنة تخرج مو مسخرة؟ ان شاء الله بابا ان شاء الله. على فكرة بابا، أنا ما رح أقبل نجاح عادي، نجاحك لازم يكون بامتياز، لأنك أنت هيك عودتني. وبإذن الله ما رح غير العادة. أفلاطون لما بيحكي بيخاطب الإنسان بكل زمان وبكل مكان، والمعرفة بشكل عام فعل تراكمي، يعني موضة وبتنتهي، وأنا بعتبر الفلسفة أم المعارف. طب دكتور ليش أفلاطون؟ معلش يا شباب اعذروني هلأ، خبوا أسئلتكم للمحاضرة الجاية، هلأ مستعجل شوي، عن إذنكم حبيبي. يعطيك العافية أبو سعيد. أهلاً يا أهلين. أهلين كيف الصحة؟ إن شاء الله يا أهلين سهلين. شرف شرف ارتاح. الله يخليك، مشغول شوي. شو الأخبار؟ يا سيدي شفت لك مكتب بيطير العقل، وظن هذا هو طلبك بالذات. فينا نشوفه؟ طبعاً. اتفضل معي. شرف شرف. تفضل. شرف سيدي شرف. شو أستاذ علاء، طمني إن شاء الله عجبك. بدك الصراحة؟ ليش في أحلى من الصراحة؟ والله يا أبو سعيد هذا هو بالضبط اللي رسمه بخيالي. حلو كتير. إذا كان هيك طلبة امشي معي على المكتب، هنيك نحكي بالتفاصيل. تفضل. شرف. مرحبا لينو. تأخرت عليك مو هيك؟ طبعا تأخرت علي، وينك لهلا؟ غلي قلبي عليك. أنا آسف كثير، نسيت حالي بس غصبا عني مو بإيدي. يا سلام نسيت حالك، وشو هالشي المهم اللي خلاك تنسى حالك بقى وتنسى موعدنا؟ حلمي الكبير. ما فهمت عليك، شو يعني حلمك الكبير؟ لينا أنا حلمي من زمان وحلم المرحومة أمي إني أصير مهندس، ومهندس ناجح كمان. إيه مزبوط، بس هالشغلة قديمة وصرت قايل لي إياها كذا مرة. وحلمي بالهندسة ارتبط دائما بصورة معينة للمكتب الهندسي اللي لازم افتحه.
يعني مثل ما الطبيب بيحلم بصورة معينة للعيادة، ومثل ما الرسام بيحلم بشكل خاص لرسمه، أنا كمان كان عندي حلم بصورة معينة للمكتب الهندسي تبع المستقبل، وضل هالحلم معشش بذاكرتي وعم يكبر فيه يوم ورا يوم. يعني أنت تأخرت لأنك كنت عم تحلم؟ لا حياتي، بس الحلم تبعي تجسد اليوم على أرض الواقع. شلون بقى؟ يا ستي شفت مكتب بيطير العقل، صورة طبق الأصل، فوتوكوبي عن المكتب اللي كنت أحلم فيه وبكل تفاصيله. لينا لما شفته ما صدقت عيوني. المكتب معروض للبيع؟ اي نعم. طيب شو عم تستنى؟ ما تروح تاخده قبل ما يروح من ايدك؟ المشكلة خايف ما اقدر احصل عليه لانه سعره غالي وهو بموقع استراتيجي. يعني امكانيات ابوك ما بتسمح؟ بالوقت الحاضر ما بتسمح الا اذا. الا اذا شو؟ اذا باع شقفة الارض اللي عنا بالضيعة، ساعتها ممكن. طيب ليش ما بتفتح الموضوع معه؟ لانه المكتب بالنسبة لك اهم من الارض. رح حاول، بس بصراحة خايف شوي. من شو خايف؟ خايف يفلسف لي المسألة ويحكي لي عن أفلاطون وأرسطو وعن صبره وعن حكمتهم بالحياة واطلع برا بالنهاية. لينا أنت شو رأيك؟ والله ما بعرف. أبوك وأنت أدرى فيه؟ بابا؟ نعم. أنا آسف كتير على المقاطعة. لا ولا يهمك حبيبي، مو مشكلة. بابا مثل ما بتعرف هي آخر سنة إلي بالجامعة قبل التخرج. إن شاء الله ربك كريم. أنت دائما كنت تقلي إنه هدية نجاحي رح تكون محرزة، ولهالسبب أنا ناوي بعد إذنك طبعا إني بعد ما أتخرج أفتح مكتب هندسي، وهالشي بالذات هو حلمي الوحيد بهالدنيا. وأنا كل اللي بطلبه منك إنك تشتري لي هذا المكتب وتهدينيه. طيب أنت شايف مكتب معين وحاطط عينك عليه؟ بصراحة بابا أنا شايف مكتب بيطير العقل. عظيم، بس مو شايف إنه بكير شوي على المكتب؟ أو على الأقل حتى تضمن نجاحك. بابا أنا ناجح بإذن الله بامتياز، وما بدي هدية منك غير هذا المكتب. وفين موقع المكتب؟ مين دلك عليه؟ في مكتب عقاري قريب من الجامعة، هو اللي دلني عليه والتفاصيل عنده. وهي كرت المكتب. طيب طيب، لكل حادث حديث، بس الله يرضى عليك، اهتم بدراستك هلا وكل شيء بوقته حلو. أمرك بابا. هيك كان مفهوم الديمقراطية عند أفلاطون، مفهوم؟ دكتور سليم ممكن لحظة؟ الله معكم، مع السلامة. منيح اللي اجيت وأنقذتني يا دكتور منير. لأني حاسس حالي تعبان شوي. لا سلامتك، خير. لا وما حليلهم إلا يناقشوني بمفهوم الديمقراطية عند أفلاطون، وبتعرف أنت هيك نقاش قديش بيتعب. بعيد الشر عنك، خير شو؟ لا لا ما في شيء، بس حاسس حالي مرهق شوي، هاي هي كل القصة. هي الله يعطيك العافية. هو شيء طبيعي انك تتعب لانك انت ما عم ترحم حالك. محاضرات بالقاعة وبالكريدور وبالكافتيريا وبحديقة الجامعة، ايه ما بيصير هيك يا دكتور سليم؟
بتعرف انه انا خارج قاعة المحاضرات ما بسمح لاي طالب يوقفني ويسألني؟ ما بسمح له ولا بشكل. طبعا مو شوفت حال مني، بس يا اخي كل شيء له وقته، وما بسمح لاي مجهود اضافي انه يزعج راحتي او يأثر على صحتي. بس مو هذا اللي تعبني يا دكتور منير. لكن شو اللي تعبه؟ علاء ابني. خير شبه؟ مثل ما بتعرف علاء عنده سنة تخرج. هي بعرف ان شاء الله الف مبروك. هلا هذا اللي تعبه؟ طبعا لا، بس المشكلة انه علاء حاطط عينه على مكتب هندسي وبده اياه. يا سيدي هذا حقه، ومن الطبيعي انه كل مهندس يكون عنده مكتب. المشكلة انه المكتب اللي مختاره علاء صاير بنص البلد وسعره غالي كتير، وانا بصراحة مو قدرتي ادفع هيك مبلغ. يعني كنت مفكر اخذ له مكتب متطرف شوي ورخيص وعلى قد الامكانيات، بس علاء الله يصلحه ضربه علاوية شوي. يا سيدي مزبوط عم تحكي، هو بالبداية لازم يكون المكتب متواضع، وممكن هو بعدين يطور حاله ويشتري مكتب لحاله. ما بظن علاء يقبل بهيك حل. طيب اقنعه. معقولة انت ما تقدر تقنعه؟ ما بعرف يا دكتور منير، ما بعرف. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. وحياة قلبي وأفراحه وهنا ومساوي صباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. والناجح يرفع ايده هيك. لينا هذا هو المكتب اللي حاطط عيني عليه، شو رأيك؟ موقعه حلو كتير. مو بس موقعه لينا، مساحته بتاخد العقل. بتعرفي مالي مصدق امتى حط رجلي جواته، لأنه حاسس انه هالمكتب بالذات رح يحقق لي كل أحلامي. لا أنا هيك بلشت غار. غاري؟ من مين؟ من مين يعني؟ من المكتب. معقولة؟ ايه طبعا، لأنه عم يحز بنفسي انه يكون هالمكتب حلم حياتك. كنت بتمنى اكون محله. انت شو عم تحكي يا لينا؟ انت شغلي اكبر من الحلم واكبر من الخيال، فوق الحلم وفوق الخيال. انت شغلي اقرب للميتافيزيك. لا علاء هيك كتير، لا تخليني اقول عنك افلاطون ثالث. ها ليش مين التاني؟ مين يعني؟ هلأ بطلت تعرف؟ والله يا لينا انا خايف وقلقان. خايف وقلقان من شو؟ من أفلاطون، من أبي. تعرفي خايف ما يحقق لي الحلم؟ ليش أنت ما فتحت معه الموضوع؟ بلا فتحته. إيه شو قال لك؟ قال لي أنت نجاح بالأول، بعدين لكل حادث حديث. تفضل. بابا. يا بابا. غريب لهلا ما اجا، ماله بالعاده. بابا يا بابا. الو. مرحبا خال، شلونك؟ الله يخليك مشتاق لك. لا والله بس حبيت خبركم اني نجحت وتخرجت السنه. الله يبارك فيك يا رب، عقبال عدنان ان شاء الله. يا سيدي اكبر هديه هي رضاكم علي. صحيح خال، بدي اسالك، بابا مر لعندكم شيء؟ والله ما بعرف، اجيت وما لقيته بالبيت. ما بعرف يعني توقعت يكون عندكم. ايه خال طبعا، اكيد. اهلين خال، الله معك. شو اللي أخره لهلا؟ Thank you.
ألف مبروك، أنت بتستاهل كل خير لأنك تعبت على حالك واجتهدت وحصدت نتيجة اجتهادك بالنهاية. وأنا يا ابني بفتخر فيك كتير لأنك شاب عقلاني، ومثل ما بيقول أفلاطون لم يكن للعقل من معنى إذا كانت الظلال المحيطة بالعقل هي الخرافة. شكرا بابا. تفضل حبيبي. شو هاد؟ هي هديتك، هدية نجاحك. هدية نجاحي؟ إيه نعم، المدينة الفاضلة لأفلاطون. المدينة الفاضلة لأفلاطون؟ يا بابا يعني أنا استنيت كل هالوقت وتعبت كل هالسنين مشان تقدم لي بالنهاية شقفة كتاب؟ بس يا بابا هالكتاب رح تلاقي فيه كل بترجاك بابا. بترجاك؟ أنا ما عاد بدي أسمع منك ولا كلمة. وبصراحة أنا مليت من الحكي المزوق والعبارات المفخمة، مليت من الجبل الإنشائية، مليت من الفلسفة والفلاسفة، مليت من أفلاطون وأرسطو وسقراط وزيكو. شو ذنبي إذا كنت ابن أستاذ فلسفة؟ يعني ضروري تتحول الحياة إلى مناهج أخلاقية ومثاليات ونظريات؟ يا بابا فهمني، الله يخليك فهمني أرجوك. أنا بدي أشتغل وأعيش، بدي أشتغل وأعيش بعيد عن كل هالخزعبلات تبعك هي. وبصراحة أنا ما عاد لي عادي بهالبيت بنوب. علاء شو عم تحكي أنت؟ خلاص بابا خلاص، الله يخليك، أنا ما عاد أقدر أتحمل أكثر من هيك. أنا إنسان عملي وبدي شق طريقي بنفسي، وما بدي حدا بالدنيا يكون له فضل علي حتى ولو كان أبي. علاء ويكون معلمك بابا، إذا مفكر إنك كنت عالي عليك أنا بوعدك من هلأ أني معك ورجيك وشي بنوب. خاطرك علاء استنى شوي. علاء سليم، تعا شوف علاء شلون صار يمشي. يا حبيب قلبي شلون عم يمشي مثل البطة. عصفورنا الصغير طلع له جناحات وعم يحاول يطير. خلاص طول بالك علاء، ما في داعي لكل هالعصبية. تصوري يا لينا، حلمي اللي له سنين بخيالي فيقني منه وهدل لي اياه بلحظة واحدة، واللي فيه يا ولد فيه من هالأحلام بقى. هو هيك قال لك؟ تصرفوا هيك بياني، لكن شو معناته يجيب لي كتاب بمناسبة نجاحي؟ العم على القفل كتاب؟ ولك هي قيمتي عنده؟ طيب خلاص هدي أعصابك شوي، مانا مستاهلة القصة، كل شي بيتصلح. لا يا لينا، بالعكس، يلي بينكسر بحياته ما بيتصلح، والدكتور سليم بيك كسر لي شي غالي كتير بحياتي، وصار في بيني وبينه شرخ عميق. هلا انت ليش عم بتكبر المساله هيك؟ روق شوي. انا ما عم كبر شيء يا لينا، المساله بحد ذاتها كبيره. الاب اللي ما بيشعر بطموحات ابنه برغباته انا ما بعتبره اب نهائيا. انت هيك عم تقسى عليه كثير، يمكن الظروف ما مساعدته. طيب يحكي، يقول، يعبر، يعتذر، يفهمني انه ما عنده استعداد يبيع شقفه ارض صغيره كرمال ابنه، مو يستخف فيني ويتركني هيك كاني ولد صغير. علاء بترجاك ما تعصب. ماشي الحال، بسيطه يا دكتور سليم، بسيطه. الايام بيناتنا، ورح اثبت لك اني لا بحاجتك ولا بحاجه الارض تبعك، وحلمي رح احققه مهما كانت الظروف. بالنسبه لي الامور كلها تمام، بس بتخلي لي الشباب يرفعوا لي الشناجات 10 سم حتى تصير 60 وعلى نفس التسليح تماما، ولازم نبلش بقى بناء الاعمده من هلا. بس الخشب اللي انا ما بكفي استاذ. انت ولا يهمك، انا حسبت حسابي، سياره الخشب تجي بعد نص ساعه، انت بلش وما عليك. امرك استاذ. وبالنسبه للشباب خلوني بلشوا لي العمار من الناحيه الجنوبيه، تاخرنا كثير. ها حاضر. يعطيك العافيه. اذا شفت لي مراقب العمال ابعث لي اياه بسرعه، قول المهندس علاء بده اياك. حاضر استاذ، بدك شيء غيره؟ الله معك، سلامتك. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. عفوا استاذ ممكن ادخل؟ طبعا لا، ما دخلتي وخلصتي. كيف الشغل عندك؟ تمام ماشي الحال، خلصنا من بناء القواعد وبلشنا بالشناجات والاعمده. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انت شو اخبارك؟ اخباري مطوشه طوش مع الطلاب، ما بعرف شلون عم على قلبي واخترت مهنه التدريس، داري التمني غير الممارسه. خرجك بتستاهلي. شو علاء أفندي؟ شايفتك حاقد على المدرسين؟ لا طبعا أعوذ بالله، بس أنتوا المدرسين بتعيشوا حياتكم كلياتها نظري بنظري، وبالنهاية بتحكوا شي وبتعملوا شي تاني. بالله يا لطيف شو قلبك قاسي. أنا قلبي قاسي؟ ايه أنت، بتريد قلك ليش وشلون؟ بترجاكي لينا، موضوع أبي ما تفتحي لي يا بنوب إذا بتريدي. يعني ولو بدك تزعل مني بدي قلك يلي بقلبي. طيب تفضلي قولي. معقولة يا علاء 4 سنين وما بيخطر لك تسأل عن أبوك أو حتى تزوره أو تحكي معه بالتليفون؟ يعني قد ما كان بيضل أبوك
علاء بترجاك حبيبي لا تحسسني انك قاسي، والله انت مانك هيك. وين علاء الحباب الحنون الرومانسي؟ معلش لينا، اذا بتريدي تركينا من هالموضوع وخلينا نحكي بشي تاني. تكرم عينك، بشو بدك يانا نحكي؟ عنا انا وياكي يا لينا. نحن لهلا بيكون صار لنا سنه ونص مخطوبين، ويمكن انا الاوان لنتزوج، ولا شو رايك؟ بصراحه وانا كنت حابه فاتحك بالموضوع، بس بعرف لينا، بعرف انه اهلك عم يضغطوا عليكي مشان فاتحيني بالموضوع، وبعرف كمان انك مالك حابه تحرجيني، بس انت بتعرفي منيح اني انا كنت عم اجل لحتى الاقي بيت مناسب. يعني بفهم من حكيك انه انت اي نعم يا ستي، لقيت بيت مناسب وسعره معقول كتير، واكيد رح يعجبك، انا بعرف زوجك. هو طالما عجبتك اكيد رح تعجبني. يعني فرحتي بهالخبريه ولا شلون؟ فرحت وبس، حاسة الدنيا مو سايعتني من الفرحة، بس بدك الصراحة فرحتي ما رح تكتمل إلا بشغلة واحدة. شو هي؟ يا ريت تعزم الدكتور على عرسنا. أنا دكتور؟ أنا دكتور يعني أبوك. لينا بترجاكي، أنت لازم تفهمي شغلة مهمة كتير، لازم تعرف أني أنا فضلت أخذ الشقة بدل ما أخذ المكتب. شو قصدك؟ يعني كنت أمام خيارين، يا أما بشتري مكتب وبحقق حلمي، يا أما بلغي فكرة المكتب كلياتها من أساسها وبشتري بيت الزوجية وبحقق حلمي فيكي انت بالذات، وبالنتيجه اشتريت البيت، وبالنهايه كان في عندي حلم وما تحقق ورح يتحول لكابوس طول عمري، والسبب هو الدكتور، الدكتور الوالد. فهمتي بقى؟ ادخل. تحياتي دكتور منير. اهلين بالدكتور سليم. اهلا، شرف دكتور، شرف، اهلا وسهلا. يا الله خير دكتور؟ شايفك تعبان. اي والله يا منير تعبان كتير. والله معك حق، لانه صار التدريس مضني بالنسبه لك. مو التدريس اللي تعبني يا دكتور منير. لكن شو اللي تعبك؟ يلي تعبني هالايام السودة هي اللي تعبتني. لا حول ولا قوه الا بالله. في اخبار جديده عن علاء؟ لا مو كتير عم تابع اخباره. يصطفيل بكره الايام بتعلمه. تفضل. عفوا دكتور، هذا الظرف ترك لك يا شاب من طرف بيت الهاشمي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو بهم بيت الهاشمي؟ بيظهر كرت دعوه لحفله عرس. شو بك تغير لونك؟ تفضل اقرا. عرس ابني علاء. ليش ما عندك خبر؟ لا ابدا. على كل الف مبروك، والله يجعل ايامك كلها افراح. على شو عم تبارك لي انت؟ يعني بيضل علاء ابنك الوحيد، واكيد رح تفرح له. هيك بدي افرح له من بعيد لبعيد؟ يعني اذا ما كنت جنبه وضميته وبسته شلون بدي افرح؟ لا، وهاليوم هاد، هاليوم هاد كنت كل عمري أحلم فيه أنا والمرحومة أمه، بس يبدو أنه ما لنا نصيب فيه، لا أنا ولا المرحومة. بهيك يوم كان لازم طير من الفرح، بس هلا قلبي عم ينصر عصر من الزعل والقهر. ما بعرف شو أعمل، ما بعرف افرح ازعل اضحك ابكي، ما بعرف. والله يسامحك يا ابني، الله يسامحك يا علاء، دنيا واخره. حبيبتي انا نازل، توصيني شيء قبل ما امشي؟ لا سلامتك، ما بدي شيء. مثل ما وصيتك، ها ما تتعبي حالك بالقمه بالقعده، الحركه الزايده بتضرك. ايه بس الدكتور قال لي الحركة مفيدة. ما في معنى حبيبتي، تحركي على مهلك، بس إذا حسيتي حالك تعبتي اتصلي فيه فورا على الشغل. ها مشغول بالك علي ولا على البيبي؟ عليكم أنتوا اثنين سوا، وغلاوة هالبيبي من غلاوتك أنت. يلا باي باي حبيبتي. مع السلامة، الله معك. ألو، أهلين أبو عدنان. شو هالحكي؟ مرت علاء جابت ولد؟
يعني صار عندي حفيد؟ بلا من جد عم تحكي؟ بيقروا مستشفى؟ طيب طيب، شكرا حبيبي، شكرا ابو عدنان، الله معك حبيبي. بابا 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 خير شبك يا بابا؟ رد علي مشان الله بابا. بابا يا بابا مشان الله رد علي بابا. يا بابا بابا مشان الله رد علي يا جماعة. دكتور دكتور صحيح انك كنت قاسي علي، بس انا كنت قاسي عليك اكثر. صحيح انك ظلمتني وحرمتني من احلى حلم بحياتي، بس انا ظلمتك اكثر وحرمتك من حلمك الكبير انك تشوف ابنك حبيب قلبك متزوج، تشوف حفيدك الصغير. صحيح انك غلطت بحقي شوي، بس انا غلطت بحقك كتير. انا كنت اعمى يا ابي، كنت اعمى. إن شاء الله الله تسامحني، إن شاء الله. الله يرحمك، الله يرحمك يا أبي. يعطيك العافية. أهلا وسهلين. شو ما تذكرتني؟ لا عدم المؤاخذة ما تذكرتك. أنا من زمان جيت لعندك مشان أشتري مكتب هندسي. ها إيه إيه، هلأ تذكرتك. سمعت من مدة إن المكتب لسه ما انباع، يعني لسه على حاله، فأجيت لأتأكد، صحيح هالشي؟ يا سيدي المكتب منباع، بس لسه ما انشغل. ما فهمت عليك. يعني من يوم اللي اجيت حضرتك شفته، إجا واحد زلم اشتراه، لساته مسكر لحد هلا، وما حدا فتح بابه من هداك اليوم. ويا ترى بتعرف لي مين اللي اشتراه؟ اسمه الدكتور سليم عبد الهادي، وكتب المكتب باسم ابنه. بابا؟ أبوك؟
معقول يكون اشترى لي المكتبة هدية؟ الكتاب. ولدي العزيز، أحمد الله على نجاحك الباهر والذي جعلني فخورا بك بين زملائي وأصدقائي. لا يمكنك أن تتصور مقدار فرحتي عندما زارني عميد كليتك في مكتبي ليقدم لي التهنئة بنجاحك ونيلك درجة متفوقة. وأنا أمام هذا التفوق وأمام هذا النجاح لا يمكنني أن أقف مكتوف اليدين وأبدد حلمك المشروع باقتناء ذلك المكتب. فما كان مني إلا أن أسرحت إلى القرية وقمت ببيع قطعة الأرض، ثم اشتريت بثمنها المكتب الذي طالما حلمت به. ولدي العزيز، أرجو أن تقبل مني هذه الهدية إلى جانب كتاب المدينة الفاضلة، راجيا من الله تعالى أن تكون فاضلا في حياتك وتخدم الآخرين بإخلاص. والدك سليم عبد الهادي. ملاحظة: يوجد مع الرسالة عقد استملاك المكتب الهندسي. رحمة الله عليك يا أبي، رحمة الله عليك، رحمة الله عليك. يعني هو ما غازك إلا يلي بلغك، بس أنا من واجبي بعد عشرة العمر وبعد الصداقة القوية اللي بيناتنا أني نبهك، أحسن ما تمشي المي من تحتك وأنت سهيانة. لك أنا لحد هلأ ما فهمت عليكي فايزة، وضحيلي الله يخليكي، وضحيلي بقلم نشرح. إيه بس قليلي، يعني هو متجوزة ولا عم بيزورها زيارات عادية؟ بدك الصراحة؟ الناس عم بيقولوا إنه متجوزة. ولي من أيمتى يعني؟ يعني أنا على هوا ما فهمت، من 7 أشهر تقريبا. هيك لك. طيب أنا أفرجك يا سامي، إذا ما نغصت عليك عيشتك ونسيتك اليوم اللي ولدتك في أمك ما بكون أنا إلهام. لا لا يا إلهام، أوعك، ها أوعك تتهوري. يا ستي بدي أتهور واللي بده يصير يصير، لكن أنا أدرى إنه جوزي متجوز علي وحدة تانية وأقعد ساكتة؟ إيش مفكرتيني ملاك ونازل من السماء؟ ليش شو ناوية تساوي؟ شو بدي ساوي؟ إيه بدي طربق الدنيا فوق راسه وراسه، بكرة بتشوفي. والله يا إلهام أنا رأيي غير هيك بالمرة. شلون يعني؟ يعني لا تأخذيني بهالكلمة، بجوز هو ناطر تكشفي وتعملي له صرعة لحتى يلاقي سبب ويطلقك، وبهيك بتكوني خربتي بيتك بإيدك. لكن شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي فايزة مشان الله؟ قولي لي، نوريني، رح يطير عقلي أنا؟ لكن معقول؟ معقول سامي يتجوز علي بعد هالعمر الطويل اللي عشناه سوا؟ لك شو شاف مني ردي؟ الله وكيلك دلاله وعم دلله مصاري وعم بعطي، ويا من تراني راكده وراه بس عم بطلب رضا. بقى ليش هيك؟ ليش هيك عمل فيني؟ طولي بالك يا إلهام، طولي بالك، الرجال كلهم هيك، مو بس جوزك، الرجال عيونهم زايغه ونظراتهم فارغه وما في لقمه بتمهم مره. لذلك انا من رايي تعقلي شوي وتفكري على مهلك ولا تخلي حجرك يطوش. لك والله ما عم صدق يا جماعه، معقول؟ معقول سامي يتجوز علي؟ طب ليش؟ شو السبب؟ اسمعي إلهام، أنا لو كنت بدالك بعمل حالي ما عندي خبر بنوب بالقصة وبتصرف معه بشكل طبيعي. ايه وبعدين؟ بعدين بتطبي عليه بالجرم المشهود هو ببيت وصال، وساعتها رح يقع بالمصدى ويطلقها. ها ايه وبلكي طلقني إلي أنا؟ ما بيسترجي طلقك، أنت مرته وأفضالك عليه لفوق راسه. صدقيني هالشغلة كلها فورة من فوراته،
والله بعد اسمه لو ما كان بحبك ما كان خلاه يتجوز جارتي وصار. بس الله الله بده يكشفه عن طريقي. وشلون بدي اشوفه ومثل عليه وانا كاشفته؟ ما بعرف. بدك تدبري حالك وتكوني قويه. وإلك علي اول ما يجي لبيت وصال لدق لك تليفون لحتى تجي ركض وتطبي عليه. بس اوعك ها اوعي تحسسي بشي ولا بتنزعي طبخي كلها. لك والله ماني مصدقه. معقول معقول سامي يتجوز علي؟ ماني مصدقه. بكره بتشوفي بعينك. من يشتري الورد مني وانا بداري واغني بداري بنادي. من يشتري الورد مني وانا بنادي واغني. شو ابن العم شايفتك مطروب وعم بتغني؟ ايه والله يا الهام ما في احلى من الطرب والانتعاش. الله يبعد الغم والهم ويخلي لي اياكي يا بنت العم. يا لطيف على هاللسان اللي الك شو حلس ملس. ايه صحيح بس مو مع كل الناس. معك انت وبس والباقي ياكل خس. ولوين رايح من غير شر؟ ايه لوين بدي روح يعني؟ في غير هالقهوة؟ طيب وقديش بدك تغيب هنيك تقبر قلبي؟ يعني شي ساعتين ثلاثة أربعة مو أكتر. والله ما بعرف شو عم يجيك من قعدة هالقهوة. يعني شي بيملل ولا ما بتمل أنت؟ بصراحة أنا ما بمل لأنه أنا عم بتسلى بالأخذ والعطا ولعب طاولة الزهر مع رفقاتي. هيك لكان وأنا 60 عمري ما أتسلى. أو ليش لحتى ما تتسلي؟ روحي لعند الجيران أو خليهم هن يجوا لعندك. العبوا برسيس وإشوا كسنا وقضوا وقتكم. أنا ما عندي مانع بنوم. أنا بدي أتسلى معك أنت مو مع الجيران. لسه كل ما دق الكوز بالجرة بتقلي روحي تسلي مع الجيران. أوه علينا هلأ فهميني شو اللي بدايقك أنت؟ أنا عم قصر معك شي لا سمح الله؟ شو بدك تقصر يعني؟ بالمصروف؟ شوفي إلهام أنا 100 مرة نبهتك وفهمتك لبقى تنغميلي وتنقريلي بقصة المصروف. ما بصير هيك. عيب عيب عليك مو حلوة بحقي. يعني قد ما كان بضل أنا الرجال وأنت المرأة. أنا الزوج وأنت الزوجة. يعني صحيح أنت بنت عمي اللزم وغنية وعندك أموال وأملاك ومالكانات بس أنا كمان بالمقابل قاضي مهم بالمحكمة ولوزني ومركز الاجتماعي. لسه كل ما قامت إيدي على الرجلة بتسمعني إنه هي اللي عم تصرف على البيت وهي اللي شاريته وهي اللي فارشته وهي اللي عم تهديني وهي اللي عم تصرف علي. وآخرتها بقى يا إلهام هيك بدي أقضي عمري؟ إيمت بقى بدي أخلص من هالنغمة؟ أنا آسفة يا سامي ما قصدي. أنا والله قصدي لك تضرب المصاري إذا بدها تكون مصدر قوة للمرأة ويضرب الرجال وعيشته إذا بده يربيها واطية لمرته مشان المصاري. لا تركيني تركيني. لا سيدي ما رح تمشي. لا بدك تتركيني لأنه بدي روح لعند رفقاتي. قسما بالله ما تروح أنت زعلان. خلص حبيبتي ماني زعلان. لا تواخذني ابن العم. الله يخليك الله يخليك ما تواخذني. أنا آسفة. لا مو هذا القصد يعني بس. خلاص خلاص انسى الموضوع الله يوفقك. وأنا بوعدك والله العظيم ما بقى أجيب هالسيري على لساني منوب. طيب شو يلي بيضمن لي هالشي؟ هديك المرة قلتي لي نفس الكلام بعدين نسيتي وعدك وصرت تمنينيني وتهتيني بأنه مصروفي اللي عم أسحبه منك كتير كبير. لا يا سامي لا تغلط. أنا ما قلت لك مصروفك كبير. أنا قلت لك بالحرف شو عم تعمل بالمصاري. لأنه يعني لا تواخذني لا تواخذني بهالكلمة. ما عم شوفك عم تشتري شي للبيت. المهم أنا هالسيرة بالذات ما بعرف ليش بيقبضني قلبي منها وبتحسسني بالإهانة. لا ولو ما عاش اللي بده يهينك. أنت تاج راسي من فوق وسيد رجال. هالحكي من قلبك؟ مو بس من قلبي من صمصيم قلبي من جوا. لك إيه هيك ها هيك بدي اياكي اصيلي بنت اصول. اصبحت حاك لحتى اعرف انك سامحتني. خلاص حبيبتي ولا يهمك انا سامحتك. طيب يلا تحاك الله يخليك. طيب خلاص الهام والله مشي الحال. ايه هيك ها رخص الخبز تقبر قلبي ان شاء الله. لك ما قعده هالطول يا حاك خليك احسن. رح احكي لك كالونيا حتى تطلع ريحتك حلوة بين رفقاتك. بك خلاص بقى رح اختني. يلا بخاطري. الله معك حبيب قلبي. صحيح تذكرت بجوز يكون عندي كشف بالليل بصلخان.
وليش ما قلت لي قبل هلا؟ والله نسيت يا إلهام، بس هيك قال لي باش كاتب المحكمة. بقى يمكن اطلع برانية من القهوة على الكشف، وبجوز اتأخر شويها. يعني انت بترجع؟ والله ما بعرف، على هوا التيسير. بقى اذا تأخرت لا ينشغل بالك علي، انت نامي ودقري عليك باب الصاق من جوا، لانه انا بخاف عليك يا حبيبتي. ولا يهمك تقبر قلبي، انت لا ينشغل فكرك علي منور، تروح وترجع بالسلامة. بخاطرك يا حبيبتي. الله معك يا حياتي. يا عمري حبيبي، حلف لي انه اكيد بتحبني. لا وصال، هيك بزعل منك يا عمري، لانه البديهيات ما بدها حلفان. طيب اشرب هالعصير من ايدي، كتير طيب. اشرب. كانه سخن شوي. لك ولا يهمك حبيبي، هلا بيجي الثلج. ومين بده يجيبه؟ حبيبي الولد ابن السمان اللي براس الحاره، وصيته عليه قبل شوي وهلأ بيجيبه. تعرفي يا وصال، أنا ما برتاح إلا عندك. أنت بالنسبة لي الشمس الساطعة والقمر المنير، ولك ريتن يسلموا لي هالعيون. يعني بتحبني ولا عم بتصف كلام لأنك قاضي ولسانك بيطوعك على الكلام الحلو؟ ما بعرف شلون شايفة أنت؟ حبيبي أنا شايفة لو أنك بتحبني أكيد كنت اشتريت لي هذا البيت، يعني بدل مالك مستأجر لي يا أجره. معك حق يا حبيبة قلبي، بس البيت غالي وأنا ما معي مصاري. لسا بيقول لي ما معي مصاري. يعني حبيبي معقول يكون عمك حسني بيك ومرتك إلهام بنت حسني بيك وما بيكون معك مصاري؟ ولا يعني أنت بتحب تجاكرني قبل ما تلبي لي طلبي؟ لا والله يا حبيبي ما عم جاكرك، بس بدك تصبري علي شوي، لأنه مرتي إلهام مشتلة علي أنه صاير مصروف كبير. هيك لكان، يعني أنا اللي عم خليك تصرف كتير مو هيك؟ هذا الولد ابن السمان بيكون جاي بالتلجات، قوم افتح له. ها؟ بعد هيك منو أنتي؟ أنا إلهام مرتو، وحضرتك مين بتكوني؟ صحيح انتهت القصة بسلام، بس صدقني يا منير أنا مظلوم. شلون مظلوم بقى؟ متجوز فوق مرتك وبدون علمه وبتقلي مظلوم؟ طبعا مظلوم يا منير، لأني أنا بقدر الجمال عاليا، ومن خلال الجمال البشري عند المرأة بوصل للروحانيات العظيمة، وبصراحة أنا ضعيف جدا أمام العيون الفاتنة والقوام الجميل والنظرات الدباح. ولهالسبب تجوزت وصال؟ طبعا. طيب ما تزعزع موقفك من مرتك بعد ما اكتشفت انه متجوز عليها؟ تزعزع لكن ما تزعزع، بس بالبداية، بعدين لما عرفت انه هي نزوة من نزواتي نسيت وسامحت وغفرت. والمسكينة وصال شو صار فيها؟ اكرمتها غاية الاكرام بعد ما طلقتها، اشتريت لها البيت وسترتها حتى ما تتشنطط. عظيم، بس بين هلا ورايح لازم تدير بالك على نفسك وما تتهور، صدقني مو حلو بحقك كقاضي انه اكون مزواج. هلا انا مزواج ولا انت؟ بجوز كون مزواج، بس انا لي اسبابي اولا وما لي قاضي ثانيا. ليش انا ما لي اسبابي؟ وشو الاسباب بقى؟ يا اخي مرتي الهام متسلطه ومتملكه وانانيه، وفكره انه الزواج عبوديه للزوج، ودائما شكوكة وغيورة، وبتستنطقني مثل ما أنا بستنطق الناس بشري. لك يعني لو إلهام بس بتوعى هالطبع الصغير يلي عندي
وبتعاملني بالود والثقة يمكن كون أطوع من بنانا، لأني يا منير أنا بكره الرق والرقيق، بكره سلب الحرية وفرض الآراء. لك يعني والله بتمنى تجي وحدة تحبني لشخصي مو تحب حالة من خلالي. فهمت يا منير ولا أنا ما عم بقدر عبر لك؟ يا سيدي فهمت عليك، بس لازم تدير بالك لأنه مو كل مرة بتسلم الجرة. وشلون هلأ معك؟ سمني على العسل. يعني كل شيء تمام؟ وأكثر من تمام. شفت شلون يا إلهام؟ شفت شلون خلصتك من هالورطة؟ لك تسلم لي عينك، هذا كله بفضلك. لا العفو تقبريني، بس الصدفة لعبت دور، ومن سوء حظه إنه وصال كانت جارتي، وهو يلي استأجر لها جنبي بدون ما يعرف إنه أنا ساكنة هنيك. المهم هلأ شو بدنا بالماضي؟ تعي شوفي هلأ كيف عم يدللني ويشقشل فيني. وأنتي؟ ما فهمت عليكي؟ شو بتقصدي يعني؟ يعني شلون عم تعاملي؟ بالعين الحمراء، كل شي عندي بالعين الحمراء، ما عم مرق له كلمة ولا مشوار ولا رأي، كل شي عم اتدخل فيه لأنه بصراحة ملوعة منه. بس ما بيجوز هيك كمان، لإيش هالضغط هذا كله؟ لازم اضغط عليه يا فايزة لازم، وإلا بينجلق وبيطير من بين إيدي بليلة ما فيها ضوء قمر. اسامي وبعرفه. وعم تعطيه مصاري ولا؟ لا عم بعطيه ولا عم يعطيني، يصطفل منه لراتبه. ويا ترى عم يسهر برات البيت ولا بطلها الشغلة؟ عم بسمح له يسهر مع رفقاته بالقهوة، بس مو دائما، لما بيجي على بالي. وليش هيك عم تعملي؟ تصرفك هاد غلط يا إلهام. أحسن أحسن، لازم يحس أنه مراقب دائما، وبهالصورة هاي بيخاف يدور على حل شعره، وبصير بيحسب لي حساب بكل حركة من حركاته. مرسيدي، في حدا برا ولا انتهينا؟ هو انتهينا سيدي، بس في بنت صار ناطرة أكثر من ساعتين وبدها تشوفكم. وليش ما دخلتها؟ سيدي هي قالت لي إنه بدها تشوفكم بعد ما تخلص العجقة. ايه دخلها وخلصني بقى، شو الشغلة على كيفها يعني؟ بعدين ما بقي غير نص ساعة لحتى يخلص الدوام. أمرك سيدي. تفضلي. يعطيك العافية سيدي. تبارك الله. تفضلي تفضلي. الله يعافيك. خير شو قصتي؟ وليش ناطرة لهلا؟ سيدي أنا طلبت أتأخر مشان أحكي لك قصتي. هاتي لشوف. احكي لي شو قصتك؟ قصتي يا سيدي إنه أنا بنت، يعني بجوز يكون ماشي حالي حلوة، بس مالي حظ من هالدنيا. ما اختلفنا، بس أنا هون القاضي. يعني أنت حابة تشتكي على حدا؟ بدك ترفعي دعوة ضد حدا شي؟ أنا يا سيدي بدي اشتكي على هالزمن، وبدي ارفع دعوة على هالحياة. تجوزتها؟ ايه والله يا منير تجوزتها. لك شو قصتك انت؟ كل ما شفت وحده بتعجبها بتتجوزها؟ لا تغلط يا منير، انا كل ما بشوف وحده وبحس انها ممكن تريحني وبحس انها قنوعه وغير متعاليه ومتعاطفه معي بتجوزها، ليش لا؟ وما بتخاف لتدرى مرتك؟ ايه والله اذا دريت هالمره لتيم قيامتك. لك سيدي مو ضروري تدرى. وين سكنتها؟ استاجرت لها بيت بسوق ساروجا، بس إذا الله سبحانه وتعالى عطاني وبحبح لي رزقي شوي بدي اشتري لبيت وطوبه باسمها. أنا هيك عم فكر. شو يا شايف أخدت لك عقلك رسمي؟ مو مسألة أخدت لي عقلي، هالبنت مريحتني على الآخر وأنا مبسوط بهالشي. طيب على فرض طلبت منك تطلق مرتك الأولانية بتطلقها؟ حنان ما بدها مني طلق مرتي، بتضل عايشة معي على هالوضع طول العمر. اسمها حنان؟ ايه نعم. بعدين أنا ما بقدر طلق إلهام ولا بشكل. ليش العصمة بإيدها؟ لا شو عم تحكي أنت؟ بس شلون بدي دبر حالي بالمصاري؟
إيه إذا طلقت أي قسما بالله بصفي على الحديدة. أهلين فضيلة القاضي. شو سامي؟ شايفتك ساكت اليوم. نعم. يعني عم قول لحالي مالك بالعادة تكن هالكنة. خير إن شاء الله، في شي؟ لا حبيبتي ما في شي، بس عم حاول خلص هالرواية اليوم لأنه بكرة بدي رجع لرفيقنا مصغر. وشو هالرواية بقى؟ اسمها القلوب المحطمة لشتيفن زافاريك. معلش سيدي، غض النظر عن هالرواية وحاكيني كم كلمة. أنا آسف إلهام، أنا ظنيت إنك منسجمي مع غنية إم كلثوم ومن شان هيك ما حبيت أقطع انسجامي. ولا يهمك، قطع انسجامي، بس سمعني صوتك. إيه سيدي، هات لنشوف. مريني بنت العم. يعني شايفتك بهالكم يوم كان الفرد كني وكأنك حامل كل هموم الدنيا فوق راسك، بقى ممكن أعرف شو السبب؟ هلأ أنا حامل هموم الدنيا فوق راسي؟ بالعكس تماماً، أنا بهالأيام بالذات سعيد كتير ومبسوط. بس أنا شايف العكس. الله يخليكي إلهام، لا تخلي لي مشاكل من تحت أظافيري، خلينا رايقين ومبسوطين. فظاعة شو صاير عم بتحبي النكال. ليكون لازمك مصاري؟ لازمك مصاري شي سامي؟ بالله تقول لا تستحي، بالله تقول مالي مالك واحد. طبعاً لازمني، لكن مو لازمني، بس بصراحة صاير عم خاف اطلب منك. إلا تخافوا على بالك. لا هو مو من شان شي، ورح نجلك كلامي دج، انت صاير عم بتسيء الظن فيني. هو لا يهمك، طالما انت ماشي على الصراط المستقيم ما عندي مانع بحتر كل فلوسي عليك. اللي بقى قديش لازمك؟ شو قديش لازمني؟ كتير، صار لي زمان ما اخذت منك. قديش يعني؟ شوفي، لانه بدي اشتري شقفة ارض حتى إذا صار ما صار لا سمح الله. هلأ قديش لازمك؟ قولوا خلصني. يعني بدي بالقليلة شي 200 ذهبة. قولي 200 ذهبة؟ مو كتير هيك؟ شفتي شلون استكترتي علي هالمبلغ التافه؟ ماشي الحال، شو بدي أنا بوجعة هالرأس؟ خليني بقى عايش على راتبي، وإن شاء الله بعمري ما أتملى وبسنين عمري ما أتبهلى. لا ولو سلامتك ابن العم، سلامتك، وكرمال عيونك هالحلوة المبلغ رح يكون بين ايديك بهاللحظة. لك الله يخلي لي اياكي، انت الكريمة ونحن اللي بنستاهل. واذا بتسأليني يا حبيبة قلبي شو بتكره بهالدنيا، بقلك مال النسوان. سبحان الله، هيك الله خالقني. باين ابن عمي باين، ولا يهمك، عن اذنك رح جيب المصاري وارجع. افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب. افرح يا قلبي. باي تيري ريري رم ترارارم تيري رارارم. فضل يا سيدي، وهي المبلغ. لك يسلم ايديكي، والله لا يحرمني من كرمي ودخلتك علي. ابن عمي؟ أعيون ابن عمك. إلي عندك طلب صغير، بس يعني بترجاك ما تقول عني سخيفة. لا ولو،
معقول يقول عنك هيك؟ شو جنيت أنا؟ يعني هو طلبي غريب شوي. ها ولا يهمك حبيبتي، قولي انت قولي وأنا ما علي إلا التنفيذ. بدي منك تقول قدامي وبعضمة لسانك، كل مرة غيرك برات هالبيت طالق مني بالتلاتة. نعم؟ شو بدي أقول؟ مثل ما قلت لك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني أنت لساتك عم تشكي فيني؟ لا والله، بس يعني إذا قلت هالجملة قلبي بيطمن أكتر. لك بالله عم تحكي جد أنت؟ أي والله. شو فيها يعني؟ لك ما فيها يعني، ولدني اسمها يا إلهام، ولدني. طب أنت شو بتخسر يا حبيبي؟ لك ما بخسر شيء، بس معنى حكيك إنه أنا مو أهل للثقة. لا لا سامي، لا تفهمها هيك، يعني أنا قصدي إنه أوهو علينا. يعني وآخرتها معك أنت؟ يعني معقول يكرر عملتي السودة معي؟ خلص حبيبتي، أنا تبت من زمان ومش الحال، ورجع لي عقل الرحمن الحمد لله. إيه معلش حبيبي، بس يعني أنا كل خوفي إنك تتجوز وحدة تانية من وراي مشان الخلفة والولاد، يعني لهالسبب. يا إلهام يا إلهام، لك يا حبيبتي يا بنت عمي يا عرق عيني، أنا وياكي حاسمين هالأمور من زمان، أنا رضيان فيكي مثل ما أنتي، بقى ليش عم بتعقد الأمور ما بعرف. طيب قولها مشان خاطري، الله يخليك، قول هالجملة وريح لي قلبي. يا الله، أنو جملة؟ أوامن سيد؟ طيب، قول كل مرة غيرك برات هالبيت بتكون طالق مني بالثلاثة، قول. لك يا حبيبتي ما بيجوز نلعب بالألفاظ بنوب، ما بيجوز من الله. الكلام هاد إذا قال بلا مناسبة بيصير مسخرة، وبيغضب ربنا سبحانه وتعالى، لازم يكون على حذر. والله أنا شايف العكس، يعني ما بصير شيء إذا الواحد حاجة ما قالها. ما بدنا نتولدن ونتمسخر، ما بيجوز هيك. طيب مثل ما بدك، حط لك الغداء؟ إيه والله يا إلهام جاي. طيب بدي منك تسمعني صوتك وأنا عم حضر لك الغداء. إيه تكرم عينك. تسلم لقلبي. افرح يا قلبي لك نصيب، تبلغ مناك ويا الحبيب، افرح يا قلبي. تأخرت علي كتير، غلي قلبي عليك. لك يا حبيبة قلبي، ما بدي دبر أموري مع إلهام، حاكم صاير عم بتدقق علي كتير بهالأيام. ليش شاكة بشي؟ ما بعرف، بس صاير قلقان كتير وعم بتكتب أسئلة. وشلون قدرت تتملص منها؟ قلت لي عندي سفرة لحمص يومين. يعني بدك تنام عندي يومين؟ عندك مانع؟ سامو لا تتغلظ علي، قال عندك مانع، قال قلبي من جوا طاير من الفرح. قلي سامو، اشتقت لي مثل ما اشتقت لك؟ لك لا يا عمري، هذا سؤال بينسأل. لك انا مشتاق لك شوق الغصن للعصفور، شوق الوردة للندى، شوق الفراشة للزهور، وشوق الصايم للفطور. لا ما بصدقك. وليش بقى؟ من امتى كنت كذب عليكي بمشاعري؟ ما عم قلك عم بتكذب، بس لو كنت مشتاق لي عن جد كنت قلت لها للست إلهام انه بدك تغيب اسبوع بحمص مو يومين، كتير علي اسبوع. لا مو كتير يا حبيبتي، بس انا بالزور لحتى قدرت اخد هاليومين. على كل حال انا جايب لك معي مفاجأة راح تسر قلبك وخاطري، حذري شوي. ايه والله ما بعرف شو بدها تكون يعني. يا ستي شغلة حكينا فيها مرة وما عدنا جبنا سيرتها. هدية؟ يعني بتقدري تقولي هدية. جايبة معك لهون؟ لا، بس بكرة إن شاء الله بتكون ملك إيديك الحلوين. ساعة؟ لا. طيب خاتم؟ لا. إسوارة؟ كمان لا. هدية أتقل من هيك بكتير. هي والله ما بعرف، عجزت، تفكيري ما بيسمح لي أتعدى هيك شغلات. يا ستي اشتريت لك هالبيت وطوبته باسمي. عن جد عم تحكي سامو؟ ولو؟ لك انت بتستاهلي اكتر من هيك بكتير يا حبيبتي. لك تسلم لقلبي، تسلم لقلبي، شو انك مزوق. هلأ عن جد عرفت انك بتحبني. وشو رح تضيفيني بهالمناسبة؟ يا سيدي عاملت لك قالب جاتو من تحت دياتي، ابي طير العقل.
دخيلك دخيلك الحقيني فيه فورا. قوم انت الحقني على المطبخ خلينا نلحقه قبل ما يحترق. قوم. شلون شايفتي لي اياه معك بهاليومين؟ بصراحة يعني عم يعمل جهده كتير كتير ان يكون مبسوطة ومرتاحة. وانتي كيف عم تتصرفي معه؟ انا عم سايره يعني بس ما عم خليه يتلحفظ منوب ومعيشته دائما مرعوب مني. ليشك يا الهام الله يصلحك. لا تنسي انه الثقة هي الاصل بين الزوجين. يا ستي سامي ما بيلبق له لا ثقة ولا مقة لانه بيستغل الثقة وبينجلق. يعني المهم انتي مرتاحة مع جوزك بهالايام مو هيك؟ بصراحة مو كتير. اوف ليش؟ عم حس دائما انه مخبي شي علي. واني كنت اعرف شو هالشي ما كنت اعرف. وكل ما بقول له حلف بالطلاق على كل بنت غيري بيتهرب وبيلي حاجتك ولدني. على كل حال بدك تطولي بالك واكيد جوزك عقله صار منظوم. لك يا منير افهمني ولا تظلمني بيكون افضل. هات لشوف شو بدك تقول. انا هالبنت اللي اسمها حنان خرطت مشطي وبحبها من جوات قلبي وبصراحة كل عواطفي استقرت عندها تماما وما بدي شي من هالدنيا غيرها. طيب والهام؟ لسه بيقلي الهام. لك يا منير انا الهام ما بقدر استغني عنها لا بطلاق ولا بغيره. مشان ثروتها مو هيك؟ لك مو بس ثروتها انا ما بقدر صارحها والا انه انا تجوزت عليكي وحطها تحت الامر الواقع. اي قسما بالله ما الا تجوزت لحتى تروح فيها. لك ايه نحن ما صدقنا امتى خلصنا من هالقصة تبع وصال. طيب ولامتى بتضل مخبي قصة جوازتها؟ هلا مالي مستعد اعترف بشي ومو من مصلحتي صارحها بشي. خلي الامور ماشية على ما هي علي ويلي بيجيبه ربك يا محلا. بس النكتة مو هون. خير في شي؟ يا اخي كل ما بنقعد لحالنا بتقلي حليف يمين طلاق على كل بنت غيري. وانت بتعرف تماما انه انا ما بقدر احلف هيك يمين. وشو بدي ساوي معه ما كنت اعرف. يا سيدي بكرة بتنسى القصة وبيمشي الحال. ما هي المشكلة يا منير انه ما عم تقدر تنساها لهالقصة. والمشكلة الاكبر انه بلشت تشك فيني انه عم بتهرب. ايه وشو ناوي تساوي هلا؟ والله ما بعرف يا منير ما بعرف شغلي بتحير. بدك تطول على الغداء؟ لا حبيبتي. ليش في شي؟ إيه لا بس بدي اياك تجيب لي معك شي كم علبة حلو يعني لانه بجوز يجوا لعندي رفقاتي المساء. ولك تكرم عيونك يا عمري. بقى اذا بتلاقي لك شي مشوار يعني هيك تلتهي فيه مع رفقاتك لانه يعني مو حلوة وجودك بالبيت مع جمعة نسوان. تأمري يا ستي هاي رح روح على القهوة وتسلى مع رفقاتي. بدك شي؟ لا سلامتك دير بالك على حالك. حاضر. بس يعني في كلمة واحدة يعني اذا بتريحني هيك بتقولها الله يخليك. أمريني حبيبتي شو؟ حلف يمين بالطلاق على كل مرة برات. لك خلاص بقى العمش مولدني وعليك خفيف. يا الله شو قلك نفات. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي. الله الله يسلم لي هالصوت يا حق. سامو قلي هلا انت هيك بتغني لها لإلهام؟ هلا معقول تغاري منها اذا غنيت لها؟ طبعا بدي غار لانه انا بحب تساوي لي الي شغلات متميزه وخاصه فيي ما بحب حدا يشاركني فيها. ليش انت ما عم تشاركيها فيني؟ سامي حبيبي انت زعلان مني شي اليوم؟ ليش بدك تهز لي بدني؟ لا والله يا حنان بس انا بصراحه مضغوط علي كثير بهالايام من الهام وما رح يهنالنا عيش انا وياكي قبل ما اخلص من هالكابوس اللي عم بتسبب لي اياه الهام. يا على قامتي ان شاء الله. وشو هالكابوس بقى؟ اسمعي حنان بدي منك تعملي مثل ما بدي قلك بدون ما تناقشيني. على عيني وراسي حبيبي كل شي بيرضيك رح يرضيني. اصبح بتروحي من بكرة الصبح لعند مرتي الهام. لعند مين؟ مثل ما سمعتي بتروحي على بيتي لعند مرتي الهام وعلى اساس انه لا بتعرفيها ولا بتعرفك وبتحكي لها قصتها معي على اساس انه القصه صايره معك ومع ابن عمك. ما فهمت عليك عن شو عم تحكي انت؟ فوتي لعندها واشكي لها وابكي لها وقولي لها انك انت غنيه وابن عمك تجوزك وصار يصرف مصاريك ومالك على نسوان عم يتجوزون. المهم بالنهايه اطلبي منها انه تفوتك لعندي حتى انصفك كقاضي
ولاقي لك حل مع ابن عمك. فهمتي علي يا حنان؟ فهمت، هلا فهمت. ابن عمي؟ نعم يا حبيبة ابن عمي. بتحب خلي لك لب الكوسة لحتى نقليه ولا كبه؟ لا اعوذ بالله، شو تكبي؟ انا بحب لب الكوسة مقلي مع التوم. تعرف يمكن هدول جيراننا. قوم الله يخليك فوت على الغرفة الجوانية لانه مو حلو يشوفوكم، بيخجلوا منك. مرحبا يا خانة. أهلين. مري، عدم المؤاخذة، مو هون بيت جناب القاضي سامي عبد؟ اي نعم. خير، عاوزة شي؟ الحقيقة أنا جاي بزيارة لعندك مو لعنده. وحضرتك مرته؟ بلا. ممكن زورك وسمعك قصتي؟ تفضل. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. لا تأخذيني الله يخليكي، كنت عم بحفر كوسة ومعجوقة شوي. لا أيوه بالعكس، أنت لا تأخذيني، بس مثل ما بتعرفي يا خانة فضل. صاحب الحاجة أرعن. لا ولو، سلامتك حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي. شو بتحبي تشربي، بارد ولا سخن؟ تقبريني لا تعذبي حالك، لا بدي لا سخن ولا بارد ولا فاتر، بس بدي من حضرتك تسمعي قصتي، وإذا اقتنعتي فيها بدي منك تتوسطي لي عن جناب القاضي سامي بيك حتى يلاقي لي حلو يريحني. خير حبيبتي، شو قصتي؟ أول شي اسمحي لي إليك، يتهنى فيكي جوزك على هالجمال الرائع اللي عندك، ولا هالوش، سبحان الله مثل الملائكة. تسلمي حبيبتي، هذا من لطفك. عفواً، شو الاسم الكريم بلا صغرة؟ إلهام. عاشت الأسامي، أنا اسمي اعتدال السكري، ومتجوزة ابن عمي، وابن عمي موظف بالدولة وراتبه على قده، بس أنا عندي أموال لا بتاكلها نيران ولا بتقرمشها فيران. وكل القصة وما فيها إنه جوزي إله سوسة، سوسة ما في ألعم من هيك، ناخرته نخر. خير إن شاء الله، شو هالسوسة اللي عنده بقى؟ آخ يا ست إلهام، آخ كل مدة ومدة بدي إخلاقه مني، وبيطرق جوازي فوق مني، وكل هالشي عم بيصير بمصاريه، بياخد هالمصاري وبيصرفها على جوازاته. أعوذ بالله، شو هالعيشة هاي؟ شو هالبني آدم هاد؟ معقولة؟ شو رح يلاقي أحسن منك يعني أو أحلى منك؟ ما شاء الله حولك، بتطيري العقل أدمانك حلوة. مثل ما عم قلك يا ست إلهام، مثل ما عم قلك، عيون الرجال فارغة وزايغة. طيب وأنت شو كنتي تعملي؟ شو بدي أعمل يعني؟ كنت طول بالي عليه وضل وراه هيك لحتى يطلق درتي ويتوب ويرجع لي. وبعدين؟ ولا قبلين يا ست إلهام، أنا عايشة بحيرة دابحتني، ويا من تراني قلقانة، يا ترى جوزي متجوز علي وحدة تانية ولا أنا الوحيدة بحياته؟ لاني عم بسمع من الناس انه متجوز، بس ما كنت اعرف شو هي الحقيقه. اضرب عليك يا اعتدال، شو مظلومه مو هيك؟ كلهم بيقولوا لي اني مظلومه الا جوزي. بتعرفي انه قصتك نفس قصتي بالضبط؟ ولي على قامتي عليك ان شاء الله، شو هالحكي، نفس القصه بحذافيره، لا ناقصه حرف ولا زايده حرف. وجوزي القاضي سامي افندي اضرب من جوزك وبيعمل فيني هيك بالضبط. يو شو عم بسمع انا؟ معقوله تكوني مرت؟ امي امي أمي أمي، اسمه جوا لدخلك لعندي. أمي أمي أماني، أمي فوتي لعندي. تعال اسمع يا سامي قصة هالبنت اللطيفة المظلومة البريئة، اسمع بإذنك. خير، شو قصتها ومين بتكون؟ انت اسمعها وانصفها وما يهمك مين بتكون. شو قصتك يا بنت؟ يا سيدي يا سيدي، طلعت قصتي نفس ال... عم قلك نفس قصتي معك بالضبط، لا راحت ولا اجت، لا طلعت ولا نزلت، والمخلوقة محتارة شو بدها تعمل، وخصوصا انه في ناس من برا عم بيوتوتوا ايدنا ويقولوا لها انه جوزها متجوز عليها، والمخلوقة مسكينة ما عرفانة برا من بحرة. شو اسمك انتي؟ اعتدال السكري. انتي يا اعتدال جوزك معترف انه متجوز عليكي؟ يا سيدي يا سيدي، شلون بده يعترف بشغلة ما رح وافقوا عليها؟ طيب انت بتعرفي المرأة يلي عم بيقولوا انه متجوزة؟ لا. بتعرفي شكلها او صورتها؟ لا. بتعرفي وين ساكنة؟ لا. بتعرفي عيلتها؟ ابدا ابدا. اصبحت تقي ربك وخلي ثقتك بجوزك كبيرة. الزلمة تايب عن الجواز والناس بلا الناس، والحساد يلي بيتمنوا الشر لغيرهم كتار. هلا لا تروحي لبعيد،
وهي مرتي إلهام مثال حي قدامي. مدري مين لعبان بعقله وقايل لأنه أنا متجوز عليها، وهي يا حرام محتارة وخجلانة تفتح لي هالسيرة ولا ما تفتحها. بس أنا رح أحلف لك يا إلهام بأنه كل زوجة إلي برات هالبيت هاد وبرات هالمكان هاد وخارج هالباب يلي شايفينه قدامكم طالق بالثلاثة. تسلم لقلبي ما أحلاك يا سامي. أما أنت يا حنان، قصدي يا اعتدال، فبتمنى أنك تهدي بالك وما تخلي الشيطان يلعب بعقلك. رجالك إنسان ممتاز وفهمان واجبات الجواز. شكرا على نصيحتك يا سيدي القاضي، فعلا أنا هلأ ارتاح بالي. يلا بخاطركم. الله معك، مع السلامة حبيبتي. لك الله يهدي بالك مثل ما هدي بالي. بس وينك؟ مريني خلي جوزك يحلف قدامك مثل هالقسم الحلو هذا، فهمتي؟ فهمت ست إلهام، ويكتر خيرك لأنك استقبلتيني ببيتك. أهلا وسهلا. يلا بخاطركم. الله معك تقبريني. إيه حبيبي، حضر لك الغداء؟ يا ريت يا عمري، لأني أنا رح موت من الجوع. إيه ما عاش الجوع إن شاء الله. بس اليوم أنا عزمتك على العشاء برا. لا اليوم ما بقدر. ليه بقى؟ لأنه بدي سافر على حلب وعندي اجتماع مع قضاة الشمال. وقديش بدك تغيب يعني؟ شي اسبوع. ايه مو مشكلة تقبر قلبي، تروح وترجع لي بالسلامة يا حق. بس بتعرف عن جد عن جد عن جد اليوم هم ونزاح عن صدري. السلام عليكم حماد. وعليكم السلام والإكرام. أهلين وسهلين أبو زكي، جيت بوقتك، حماتك بتحبك، فرفح قلبي بجيتك. مشان نشرب شاي مو هيك؟ أكيد طبعا أبو زكي، ليش في إلي غنى عن صاحبتك ممتعة؟ فضي هالتنكة وتعال لك. تعالي تعالي يا أبوام. يلا ربت الوجه صبوحي، اي صليني 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 صليني. هيا دي تفضل حبيبي، روق دمك. لك من يد منع دمي يا محمد. مجاري الهنا ان شاء الله، صحة وهنا على قلبك. سبحان الله، غليت الشاي وناطر صاحب النصيب. انت اجيت انت، شوفوا النصيب شوفوا. محمد شلونك ابو حماد؟ لك اهلين وسهلين ومرحبتين بابو عادل، شلونك انت؟ بألف نعمة الحمد لله، بدي صابون جلي. ايه على عيني وراسي، بتكرم عيونك. لا تروح ابو زكي، بدنا نكمل الشاي سوا. ايه دخيلك على العاده، يعني ما فيك تشرب شاي لحالك؟ لك يا اخي ما مستطيع، مو بايدي. كل ما حاولت اشرب الشاي لحالي ما بتهنى يا اخي، الرفقه حلوه ابو زكي ولا شلون؟ يا سيدي الله يديم المحبه يا رب. آمين يا رب العباد. بس اللي بستغربه إنه أنا أحياناً بشوفك بالشهر 30 مرة، وأحياناً بتمر السنة ما بشوفك فيها ولا مرة. بقى شو قصتك أنت؟ القصة مو عندي، القصة بالبلدية. يعني وين بفرزونا منروح؟ سنة بالدحديل، سنتين بركن الدين، سنة بالكباس، مرة 4 سنين ورا بعضهم بالمهاجرين. أخي هاي المهنة ما لها حارة محددة. وإن شاء الله ما عم تتعب من جرها العرباية. خليها ربك، أقسم بالله يا أبو محمد ما عم ناكل لقمة إلا لحتى نموت 100 موتة. هلأ أنت فكرك في شي بيجي بالساهل. بعين الله أبو زكي، بعين الله. الله يعطيك ألف عافية يا رب. الله يعافيك، الله يعافيك يا رب يا أبو محمد. وأنت طمني، هالولاد شلونهم؟ إن شاء الله شاطرين بالمدرسة. والله الحمد لله. الحمد لله. محمد ممتاز كتير، الله يرضى عليه برضاه. يا أخي هالولد بجنن من كتر ما هو مرضي ومجتهد. الله وكيلك، كل سنة عم يطلع الأول على صفه، وهلأ هو بالصف الرابع وماشي مثل الحلاوة. ما شاء الله، والله شي بيرفع الراس. طيب والثاني محمود اسمه مو هيك؟ إيه محمود،
بس الله وكيلك يا ابو الزكي، تعبني هالكني مرمرني، تقول شائق الارض وطالع، ولك ما عم نقدر عليه لا انا ولا امه، حتى المعلمة بالمدرسة داي اخلاقها منه على الاخر، معوفة سماها يا رجل. لك سيدي اذا كان عفريت مو مشكلة، المهم يكون مبيضة بالدراسة. انو مبيضة؟ مسودة على الاخر. ما بعرف يا اخي، كأنه هالولد مو خرج علم منوب، يعني صار بصف الثاني ولهلا ما بيعرف يفك الحرف. اخوه لما كان بصفه اقسم بالله كان يقرأ لي ادبيات ومنطلقات الحزب بدون ما يخربط بكلمة واحدة. ولك حبيبي انت ليش حامل هالسلم بالعرض؟ علمه شي مصلحة وصلى الله بارك. بكير بكير، لسه ما فقدت الامل يا ابو زكي، خلينا ننطر شوي، بركي ربنا سبحانه وتعالى بيطلع بوشنا وبيصلح حاله ان شاء الله. يا سيدي والله يا ام محمد والله مو بوشك، انت زلمي طيب وما بتستاهل لك الخير. بس يا اخي يلي مجنني ومطير لي عقلي من راسي انه هاد اخو هاد، فليش لحتى ما يكون مثله؟ ليش؟ لا اله الا الله، لك اصابيعك مثل بعضها يا ابو محمد. ايه سيدي ان شاء الله دايمه صحه وهنا على قلبك ان شاء الله. يلا وين رايح؟ وين رايح؟ شو اودعناكم على حيلك؟ لك شو اودعناكم؟ ارتاح شوي. ايه والله العظيم ومالك يمين علي تحدفني. هالعربه هي لو بيجي ورا بغل بيتعب. الله يسامحك يا ابو محمد، عم تساوي البغل ما هيك؟ صدقني وجعني قلبي عليك. مو بس خذ عليك، خذ عليك والله معك ميسر ان شاء الله. سلام عليكم. مع السلامه حبيبي. ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوز زلمه عائل بيتوتي، لا تهزك بوش التوتي، ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوز زلمه عائل بيتوتي. تيرينينينينينين تين تين تيرين دين 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 تين تيرينينين. السلام عليكم. لك وعليكم السلام والإكرام. شو بدلوك وجابوا لك رفيق يساعدك؟ يا أم محمد ما في بلا مسخرة ومهلسة. لك شو بدنا نساوي؟ بدنا نضحك. تعال أقول لك، تعال رح تدوق شاي بحياتك ما دقته لسه. تعال يا سيدي أنت كريم، نحن بنستاهل. تعال وعد، قرب وعد. تعال بابا تعال. يا الله رحيم. ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوز زلمه عائل بتوتي. شو صار لي زمان ما شفتك يا ابن الحلال، وين غاطط انت؟ وين بدي غط يعني؟ غضبوا علينا بعتونا على الريف، رضوا علينا رجعونا على الحاره. ايوه خير خير ان شاء الله خير. خير يا سيدي. ايه اخي طمني، شلونك؟ شلون صحتك؟ شلون وضع الاولاد؟ كله تمام ان شاء الله، كله تمام. بالنسبه لمحمد الحمد لله، الله يرضى عليه، رضى قلبي ورضى ربي. شو ما قلت لك عنه بالمنيح صدقني، قسما بالله يا ابو زكي ومالك علي يمين تحلفني، هالولد مثل النسيم العليل. يا لطيف يا لطيف، شو مريحني انا وامه. مرحبا ابو محمد. اهلين يحيى. اهلين ابو فيصل. بدنا علبه كلور زكاة عيونك. لك تكرم عيونك، صغر لي الكرسي شوي. المهم الدراسة كويس فيها للدراسة؟ لك كويس وبس. قول ممتاز. ولك يقبر عطامي ويكفني، يقبرني كيف ما توجه وكيف ما ندار. يا سيدي الحمد لله، والله فرحت يا محمد، والله فرحتني. الله يخليك ويحمي لك أولادك إن شاء الله. تفضل. الله يسلمك. نعمة كريم، الحمد لله رب العالمين. يا سيدي سنة أخذ البكالوريا بتفوق، ويعني نقصه 4 علامات بس عن المجموع العام، ونوى الله يحميه ويحرسه ويدرس طب. ما شاء الله عليك. اي والله اي والله. ما شاء الله، يعني بيطلع دكتور؟ اي طبعا هيك ميله. والله منيح، اقسم بالله شي بيرفع الراس، في احلى من الدكتور. بعدين شو؟ شو تهذيب؟ شو اخلاق؟ شو عقل؟ الله وكيلك، عقله بيوزن بلد. يا سيدي هي اكبر نعمه عطاني اياها الرب، عطاني اكثر ما بستاهل. شكرا ربي. بتشكرك كتير. يا الله قسما بالله راح تبكيني، الله يسلمه ويخليه يا رب. وان شاء الله اخوه التاني طالع مثله. هلا ضروري تعكرني بسيرة اللي ما بيتسمى ضروري. ولك لا
لا يا طيب، ليش هيك عم تحكي؟ معناته لساته عم بيعذبك. عم يعذبني وبس؟ مطلع روحي، معوفني حالي، مكرهني حياتي، وصار له سنتين بصف التاسع وما كان يعرف ينجح. الله يسامحك يا ابو محمد، لك انا بزماناتي ما قلت لك علمه شي مصلحه. ليكني انا هي اهلي لا علموني لا مصلحه ولا ضره بالسخن، شو صاير فيني كل الوقت انا وهالبغل؟ ولك يا ابو زكي اللي مثله ما رح يطلع معه شي، حاولت كتير معه بس ما في نتيجه، مخه مسكر. لا وهلا لاحق لي شله، الله اكبر الله اكبر من لا شله على دخان وسينما وزعرنه واكل هواء. رح يموتني بعيلتي الولد يا ابو زكي، رح يموتني والله رح يموتني. هاي حكمته يا ابو محمد، هاي حكمته، خلق اخين ما خلق طبعين. يا سيدي دائما ان شاء الله صحه وهنا. لوين؟ والله نشوف رزقنا احسن ما نتعوق. يا الله والله بالحركه بركه على الشغل. تعوق الله يرزقك ويرزقنا. وعد لك. تعال يا بابا، لك تعال يا علم انا علي لسه ما تعوق. تعوق على الشغل. وعد يا كبير. اوعى اوعى اوعى. الله يسلم الايدين يا ابو محمد. اذا بدك في عندي منهم كثيره للمكدوس، كثير زراف هدول الحماص. لا عملنا مكدوس السنه. عملتوا مكدوس ان شاء الله صحه وهنا. الله يخليك. بس للبابا غنوج كمان كويس. الله يسلم الايدين. شرف ابو محمد. شكرا كثير. سلم الديار. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. الله معك حبيبي، مع السلامه. مهونه. قلت شي كنا وكان، يا ريت ده كله مكان، يا ريت ما شفتك ولا عرفتك. السلام عليكم. لك اهلين اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلين ابو زكي، لساتك عايش؟ ريحتك خمي. استهلك لو تسوي. ليش عم تجر انت؟ عم تجر بدل الحمار ليش؟ هيك دائما انت، ما فيك بلا مقلسي على الطلاوه النازله. من شار المقلسي انت من شار. لك انا ما بمزح الا معي اللي بحبه. وكمان من نيه وجبيله. لك اهلين، فوت فوت حتى اشربك من شاياتي، فوت. يلا. ابو زكي ايه مسيك، ابحتهم برا ابحتهم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اخ يا ابو محمد، يا ابو محمد طمني، شو اخبارك؟ شلون وضع هالشباب؟ يا سيدي الحمد لله والف الحمد لله والشكر لك يا رب، والله العظيم شي بيرفع الراس بيرفع الراس يا ابو زكي. لا ومو بس هيك، السنه اخني رح يتخرج دكتور، وانا بتوقع يطلع الاول على الجامعه كلياتها. يا سلام عليه يا ام محمد، ان شاء الله الف مبروك. الله يرضى عليه، الله يرضى عليه اكثر واكثر، ويعزه بيعزه يا رب. وهالمحمود شو اخباره؟ دخيلك يا ابو زكي، دخيلك لا تجيب لي سيرته منهم، بيكون افضل. الله يخليك. ولك لا 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 يا صاحبي، ليش هيك عم تحكي؟ والله انا كان قصدي انه اطمن عليه انه انصلح حاله ولا لا لهالولد. ينصلح حاله؟ ولك ذنب الكلب أعوج، ولو حطوه بالآلف مئة سنة قال ينصلح حاله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي ربك ما بيتمم مع عبد. الحمد لله الحمد لله اللي ما أجاني إلا برد مشان ما أكل هم الصبيان. بتعرف يا أبو زكي إنه أحياناً أنا عم بتمنى له الموت؟ ولك لا لا يا أم محمد، استغفر ربك، أنت رجال عاقل ومؤمن، شو هالحكي هذا؟ ونعم بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عم أقول هالكلام يا أبو زكي من حرقة قلبي، والله العظيم من حرقة قلبي. لا إله إلا الله. أبو محمد أخي اشكر ربك واحمده إنه الله سبحانه وتعالى عوضك بأخو الدكتور، اشكره دائما، كل ما صار عندك فضاء اشكره واحمده. الحمد لله رب العالمين، الحمد والشكر لك يا رب. أبو محمد بدي أسألك، هل محمود شو قصته لحتى هيك عم بيعذبك وهالكاك؟ قسما بالله قسما بالله، مكبرك 20 سنة لقدام. يا سيدي شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، هذا يا سيدي رسب بالمدرسة وفشل، وهو ما بيعرف الطيخ من البطيخ.
إلنا بسيطة، منحطه عند معلم مصلحة حتى يتعلم منه ويأمن مستقبله. قام صار يعمل له مشاكل مع الزباين ويتخانق أو وياه على الطالعة والنازلة ويترك الشغل ويمشي. شو بده يعمل المعلم؟ أقلعه. وتكررت هالقصة بكذا شغلة. بس عبس أبو زكي، عبس، ما في فايدة منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا والله مصيبة هاي. مصيبة وبس يا أبو زكي. الحاصله أخدوه على خدمة العلا. ولك أخي منيح، خلي يندعك ويصير رجال، بركي بينصلح حاله. ولك شو رجال وبطيخ مبسمير؟ الله وكيلك صار ينسجن كل يوم والتاني ويعمل مشاكل وفرار، وعلى شرطة عسكرية رايحة وشرطة عسكرية جاي، وخد بقى على محاكم وجلسات كل أسبوع والتاني. وأنا عم بدفع مصاري للمحامين، مصاري للوسطة، مصاري للبطيخ مبسمير، مصاري، وما صفي عندي غير هالدكان يلي هي الحيلة والفتيلة. وخايف يا أبو زكي إذا ضل هيك يبيعني إياها كمان. لا أم محمد لا، هيك تخنت كتير. الله يساعدك ويكون بعونك يا رب. ولك يا أخي أنا يلي مجنني ومطير لي عقلي من راسي إنه هاد أخو هاد، بقى ليش ما يكون مثله؟ ليش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي حكمة ربك يا أبو محمد، حكمة ربك سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. دايما يا أخي صحة وهنا، صحة وهنا أبو زكي. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلين فيك، وعبدا إن شاء الله ما ينصلح وضع محمود يا رب. آمين آمين، من تمك لباب السماء يا ربي. يا الله. أنا إيه تعال لك أنت إيه تعال لك. والله أبو زكي هذا، أبو زكي، أبو زكي. لك أهلين وسهلين ومرحبا. يا حبيبي لك وينك يا جزر؟ والله اشتقت لك. والله أهلا وسهلا ومرحبا. لك وين الغيبة كده يا تا؟ يسلموا يا شاب يا حلو، الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه ابو محمد شو هاد؟ الله يعطيك محل جديد وكبير وشغيله وعمال. لك شو قصة؟ احكي لي شو قصة. صلي على النبي، صلي على النبي تداني. يا سيدي اللهم صلي على النبي. والله يا ابو محمد مو بشار، والله 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 انت بتستاهل، بتستاهل كل خير لانك ابن حلال. الحمد لله يا سيدي، ربك كريم وما بيضيع تعب حدا. الله يوفقه، الله يوفقه ويرضى عليه ويخليه ويعطيه أكثر وأكثر، لأنه غير مجرى حياتنا كلياتها. يعني شقلبة شقلبة أبو زكي، فوقاني تحتاني. يا سيدي الحمد لله، هذا كله من دعواتكم أنت وأمه ورضاكم عليه. مرضي، الله من عنده بيحب المرضي.
اي والله مرضي يا ابو زكي، مرضي، الله يحرسه ويحميه، والله شيء بيرفع راسي ابو زكي، بيرفعه، يعني مو ناقص علينا شيء، شفت عينك، يعني طامرنا طمر، حتى الدكان القديمة بعلي اياها واشترى لي هذا السوبر ماركت، كله شغيلة جوا، حتى لي شغيلة لانه، وانا ما بجي لهون الا لما بكون ضجران، بجي يعني متسلم على سرايا مع ناس كلياتهم. وشو تعال ورجيك جوا، تعال فوت شوفي هالشوفي، بالله العظيم شوفي هالشوفي، قوم ولاد قوم قوم تضرب يا زاس، قوم يلا. صلي على النبي، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد يا رسول الله. والله يا ام محمد قسم بالله بتستاهل، يعني انت صاحب البدايه، تعبت وصرفت وكلفك هالشاب الله يرضى عليه، بس بعد ما تخرج من الجامعه قبط، شو الحكي قبط. تخرج من الجامعة؟ لك من وين تخرج؟ مو بالجامعة؟ لك جامعة شو انت التاني؟ بلا جامعة بلا بطيخ بسمد الجامعة، أصلاً هو ما وصل للصف التاسع. يا محمد انت شو عم تحكي؟ يعني مين قصدك؟ لك مين يعني؟ محمود؟ محمود يا أبو زكي الله يوجه له الخير، كيف ما دار وشه؟ ولك يا هيك الخلفة يا بدا، يعني قديش بينبسط الأب لما ابنه بيطلع أحسن منه، قديش بينبسط؟ محمود؟ ايه؟ لا اله الا الله. هلأ محمود، ما هو الأزعر والعونطزي اللي كنت تحكي لي عنه ياما وياما؟ لا هيك رح ازعل منك، ها هلأ محمود صار عونطزي وأزعر؟ يا رأي حريزك يا أم محمد، لك مو هيك كنت تحكي عنه أيام زمان؟ لك اسأل الله، أيام زمان هدي كانت أيام ولدنة وطيش شباب، بس هلأ تحولت كل تصرفاته لعقل لشطارة. بتعرف شو بيملك محمود هلا؟ لا والله شو بعرفني؟ يا سيدي عنده بنايات بالمزة ومحلات بسوق الحمدية والحريقة، وعنده سوق بكامله، وشو بيخطر ببالك عنده؟ وعنده أرض بالسبورة كمان، الله وكيلك، سياراته، عنده سيارات كتير، أقصر وحدة فيهم، أقصر وحدة فيهم طولة 10 متر، شبح ونملة وخنزيرة وبومة من جميعه، وعنده مرافقة وشوفيرية مثل المسؤولين تماما، ما بيفرق عنهم منوب. محمود؟ اي محمود حبيب امه وابوه، محمود يلي نص البلد بده الرضا ليرضى. لا اله الا الله، قسم بالله مخولتي ام محمد، يعني انت اللي كان يسمعك ايام زمان شلون كنت تحكي عن محمود؟ مستحيل ولا ممكن يصدق شو عم بتقول هلا يا اخي. اخي الحق علي، انا لما كنت احكي عنه بهداك الزمان ما كنت فهمان الدنيا منيح. ابو محمد يعني بلا ملؤوديه ما تواخذنيني، شو بيشتغل المحروس؟ مهرب. شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مهرب 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 يعني؟ اي مهرب. شبك ارتعبت؟ ولك مهرب يا ام محمد، عم اقول من هيك لهالعز ولك مهرب؟ ايه مهرب. شو يعني المهرب حرس سائط؟ من شو بيشكي المهرب؟ لا حبيبي ما بيشكي، ما بيشكي من شيء، واحد معه هالمصاري كلها من شو بده يشكي يعني؟ ما بيشكي من شيء، بس العطر علينا نحن العطر علينا. شايف ما احلاك؟ العطر عليك انت. طيب ام محمد يعني ما بتخاف يمسكوه؟ يمسكوه؟ ولك حبيبي محمود ابن زمانه وعصره، ما بينخاف عليه منوب، اصلا هو يلي شاري الخط كله من الحدود للحدود. شو يعني؟ شو بعرفني؟ هيك بيقولوا. بعدين ظهره محمي. لا اله الا الله، من محمي؟ شركاته حامينه. طيب بس الدكتور محمد الله يرضى عليه المرضي، ما جبت لي سيرته بنوب؟ الدكتور محمد ساكن بالأجار، هو ومرته وولاده ما عم يشبعوا أكل. هلأ هيك حال الدكتور محمد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الحق عليه، هو راسه ناشفة ومخه عنيد مثل الطاولة. لك أبو محمد أنت شو عم تحكي؟ الدكتور محمد؟ أي الدكتور محمد، الله وكيلك يا أبو زكي، ما خلى أخوه معه وسيلة حتى يساعده، ما كان يرضى، غاوي فقر يا زلمة، وتفكيره يابس، تفكير مثل الحيط، لا بيكش ولا بينش. الدكتور محمد، يا سبحان الله، معقول؟ عرض عليه أخوه يجيب له مواد وأدوات طبية وأدوية أجنبية، تعرف هي بتجيب ذهب مثل ما فهمني محمود، لأنه مو موجودة بالسوق، وطلب منه بس يبيعها بمعرفته باعتباره طبيب وبيفهم بهالشغله، قام رفض الحيوان
ليش؟ قال شو؟ هي بضاعة تهريب وجريمة ومال حرام وبيضر اقتصاد البلد. والله برافو عليها الدكتور محمد. برافو؟ أصلاً أنت حماض مثله. لا 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 يا أبو محمد، ما حبيت منك بلوب. ليش هيك عم تحكي معي؟ طبعاً بدي أحكي معك هيك، لكن في واحد بيرفض أنه يكون عنده مستشفى خاص أبو زكي. والله ما فهمت شلون يعني؟ يا سيدي، عرض عليه أخوه يشتري له أو يبني له مشفى خاص وتكون الأرباح بيناتهم بالنص من محمود المصاري وهو الإدارة. قام رفض الأفندي، قال هيك مبدأه صاحب مبدأ هو، بقى خلي المبادئ تبعه تشتري له بيت لشوف، خليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس اللي مجنني ومطير لي عقلي من راسي انه هاد اخو هاد، فليش لحتى ما يكون مثله؟ ليش يا سيدي؟ قسم بالله شو لك محل يعني تقول لك محل هاد اخو هاد انه صف التاسع تبع زكي وضح ابو زكي هذاك اخو هاد يعني هو ليش ما يكون مثل اخو الاول يعني هذا الله يعني. معك ابو زكي الله معك. لك شو هاد عم يبذبل؟ أكيد خريف، خريف ما في مجال.